طفوها شوي، خلونا نخلص بسرعة. يلا يلا يا بنات. ليش عم تنقلوا غراضي من غرفتي فريال؟ السلطانة الأم هيك أمرت. رح يقلعوني من القصر ما هيك؟ طيب أنا وين بدي أروح هلا؟ السلطان عنده خبر؟ مستحيل يقبل، ابنه ببطني. هيام خانم اهدي شوي، ما في داعي للمشاكل. اسمعي وفهمي بالأول وبعدين احكي. فخامة السلطانة عم تجهز لك جناح مشان ما حدا يزعجك بفترة حملك، ورح يكون عندك جواري بخدمتك لحتى تولدي بالسلامة. هيك؟ رح يصير عندي جناح؟ مثل ناهي الدوران؟ يعني حصير سلطانة؟ لك يا ويلي منك، انت مع مين عم تقارني حالك؟ هلأ رح يصير عندي جواري والكل تحت أمرتي. بدي عايشة تكون جاريتي. تأمريني بشي تاني هيام خانم؟ في شغلة واحدة اسمعيني منيح، المطلوب منكم تحموني من ناهي الدوران. ست فريال خليكي معي. والله ما فيني ياهو يا ام خانم، تعرفي عندي شغل كتير. خلي ماريا، خليها هون، لازم تنفذي اوامري. احترامي لفخامة السلطانة الام. الحمد لله على سلامتك هيام، ما شاء الله صرتي منيحة. مبارح بالليل قلقنا عليكي. أنا منيحة بفضل عنايتك. برافو عليكي، واضح أنك صرتي مؤدبة كتير. بدك تنتبهي على حملك، لأنه هذا اللي بطنك من السلالة العثمانية وابن السلطان، لا تنسي هالشي أبدا، تصرفي بشكل يليق فيه. روح هذا الصبي إلى قيمة أكتر منك، أوعك تعملي أي شي بيأذيه. مولاتي بس هني حاولوا يسمموني ويسمموا روح ابني. مو صحيح أبداً، لا ما كان في سم. أنا تحققت من كل القصة وبنفسي. أنتي كترتي أكل شوي، يعني كل الحق لكي، ما حدا دخله. بدي أسمع كلمة سم مرة تانية.